قلت الأخت بسيمة الحقاوي كاين العزوف عن الزواج؟ انا ما عرفتش واش نتوما كيهمكم هادشي ولا لا. هذه قضيه سياسيه خصكم تفكروا فيها وخصكم تقترحوا حلول. انا كنعرف باللي معظمكم متزوجات والحمد لله عندكم اسر واولاد، ولكن دابا ولاو بناتنا واخواتنا وبنات الاسره ديالنا والاقارب والاصدقاء والصديقات ومختلف المستويات فتيات يصلن الى سن الزواج ولا يتزوجن. علاش؟ شنو هو السبب؟ خصكم تبحثوا في هذه القضيه هذه وتشوفوا الاسباب وتقلبوا على الحلول. شنو هي الحياه ديال المراه اذا لم تتزوج؟ سمحوا لي هذا ظلم. طبعا هي غتتحمل، طبعا غادي تتحمل، طبعا غادي تعيش، طبعا غادي تقدر تكون استاذه وطبيبه ومحاميه ووزيره ورئيسه حكومه، لماذا لا؟ ولكن كيف تواطأنا على السكوت من حرمان بعض فتياتنا وبناتنا وقريباتنا واللواتي تتوفر فيهن كل الشروط، الجمال والوظيفة والسيارة والدار، وتتبقى وحدها؟ إلى متى غتبقى وحدها هذه المرأة؟ كتقول لي راه عايشة مع أمها السعد الإله، عايشة مع أمها إلى متى؟ سنة الله في خلقه إلا ما سبقتش هي أمها راه ما غتسبقها طبيعيا وباها وغتبقى عايشة بوحدها إلى متى؟ هذا مشكل سياسي ما خصناش تسكتوا عليه، ما خصكمش تسكتوا عليه. وكلكم ماشي ماشي ماشي, ماشي الاخوات ديال التيارات الحداثيه يعني فلتوا من هذا الشيء، راه هذا مشكل عام ومشكل مزعج. وانا كون جبرت اللي تزوج وهذاك اللي ما تزوجش راه هذه العصا هذه عندها بزاف ديال الفوائد. علاش هاد الرجال ما تلاوش بغاو يتزوجوا؟ ايوا فكروا في هذا الشيء، قلبوا شنو هي الاسباب. انا بعدا ملي كنت صغير مشيت خطبت اول مره، ولكن ماشي من ديك الساعه ملي كانت باقي صغيره، مشيت خطبت كانت عندي 17 عام. ما عرفتش انا كنقول لهم يمكن غير حنا اللي كنا حمق، حتى الدري ديال اليوم مهدين. اللي كنسولهم كنقول لهم علاش ما كتزوجوش؟ البنات كيقولوا لي يا حبيبي او لا عمي ما جا حد. والولاد تيقولوا لي يا حبيبي بلاتي شويه، كي داير هاد بلاتي شويه؟ حنا كنا شاعله فينا العافيه يمتى نتزوج؟ ايوا هي هذه الحقيقه. هذا مشكل من المشاكل خصكم تطرحوه وتدرسوه. الاخت جميله لا انت لا اللي غادي تجي من بعد منك الا اختارينا اخرى، فهمتيني ولا لا؟ خصكم هاد الشيء هذا تنتبهوا للمشاكل الحقيقيه ديال المراه. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.